السؤال الأول، مع ما تفعله مع إخواننا في الإيغور، هل يجوز الاستيراد من الصين والبيع في بلادنا، أم ينبغي ألا نفعل ذلك تضامنا مع إخواننا المضطهدين هناك ونقاطع هذه الدولة الباغية المعتدية؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله، لقد صدر قرار عن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول المقاطعة الاقتصادية، درءا للصيال وكفا للعدوان. يقول القرار: المقاطعة هي الامتناع عن معاملة الآخرين اقتصاديا أو اجتماعيا وفق نظام جماعي مدروس، وفق نظام جماعي مدروس، وهي من وسائل المقاومة المقننة في واقعنا المعاصر. إذا كان الأصل هو حرية التعامل في الطيبات بيعا وشراء، أيا كان المتعامل معه برا أو فاجرا، مسلما أو كافرا، فإن المقاطعة عندما تتعين سبيلا لدفع صيال أو كف عدوان فإنها تصبح من الوسائل المشروعة للمقاومة، بل لا يبعد القول بأن تكون من الواجبات المحتومة طبقا لما تمهد في الشريعة من أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد حلا وحرمة. لكن المقاطعة ليست عملا فرديا، لأن العمل الفردي فيها لا يغني شيئا، ينبغي أن يصدر بها قرار من أهل العلم وأهل الخبرة لكي تكون المقاطعة فعالة ومحققة لمقصودها. فما ذكرته صحيح من حيث المبدأ، لكن تطبيقه عمليا يحتاج إلى ترتيب وإلى تداعي وإلى تواصي لكي يكون هذا الموقف فعالا ومحققا لآثاره المنشودة.